جولة جديدة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وتحديداً داخل ركن الأزهر الشريف. هنا هنشوف المكان متقسم لعدة أركان. الأول وهو ركن الفتوى، وده بيحتوي على بعض من الأشخاص اللي موجودين علشان تجاوب على استفسارات الجمهور. ونروح على الركن الثاني وهو ركن الخط العربي، وده في شخص موجود بيكتب أسامي الجمهور بشكل الخط العربي، والجمهور من الأطفال والكبار بيكون واقف طابور علشان يتكتب اسمه على ورقة جميلة، وبتكون هدية من الأزهر الشريف ليهم. هنا بقى ركن المخطوطات، وبيحتوي ركن المخطوطات على أكتر من مخطوطة مكتوبة بخطوط مختلفة زي الخط العربي والنسخ والرقعة والديواني والكوفي، وكمان الصور والوثائق اللي بتوثق مرحلة مهمة من تاريخ الأزهر. ولقينا في جولتنا مكتب دعم الابتكار، وده عبارة عن مكان بيحتوي على رسومات جميلة متنوعة. وأخيراً ركن الأطفال، وده بيحتوي على مشرفين وكراسي وترابيزات صغيرة وكتب للأطفال.